في الوقت ده بتغني اغاني ايه اللي وانت في الجامعه؟ والله يا استاذ خالد، انا من يومي وانا بحب الاغاني الطربيه، يعني انا بحب الاغاني بتاعت رشدي والعزبي وعبد الوهاب عبد الحليم كلثوم شويه. كان يمكن في اغاني شبابيه طبعا، لان كلنا في الفتره دي كنا بنسمع ناس كتير زي عمرو دياب، زي تامر حسني، زي فكان لازم يبقى في اغنيه من الاغاني دي بتتغنى في الحفلات. بس خلصت بقى الجامعه دخلت معهد. خلصت جامعه خلاص بقى سبت، انا كنت جاره انجلش طنطا، سبت طنطا ورحت جيت القاهرة علشان أكمل دراسة، فيبقى الموضوع أكاديميك شوية. قعدت في القاهرة تقريبا سنة أو سنتين بعيد عن البيت خالص، بدرس وبعمل. طب كنت تصرف إزاي؟ والله يا استاذ خالد، انا عاوز اقول لحضرتك ان والدي الله يرحمه يمكن ما كانش من مشجعين الفكره، يعني والدي الله يرحمه كان معارض الموضوع جدا، كان مش مشجعين فكره الغنى خالص، يمكن لان هو كان له معتقد او تفكير ان يعني مش ده الطريق الانسب. تجاره لازم تبقى محاسب. بالظبط، فلازم ان انا ابقى محاسب بعد ما خلصت السنين دي كلها في الجاره انجلش. فانا صراحه الكلام ده كله ما كنتش بحس ان انا هبقى محاسب يعني. فسافرت القاهره ابتديت ادرس. طب قلت له ايه بقى وانت مسافر؟ يعني قلت له انت رايح تعمل ايه؟ والله يا استاذ خالد، اقول لحضرتك ان انا قلت له بص يا بابا، انا ليا حلم وليا حاجه انا بفكر ان انا احققها، فاكيد انا مش هروح بدون رغبتك يعني، ومش يعني مش هيبقى الهدف ده ان انا امشي عكس ارادتك، بس اديني مهله واديني فتره ان انا اشوف. لو ما اقتنعتش بالموضوع ده او ما وصلتش لحلمي، اوعدك ان انا همشي زي ما انت عايز. وفعلا انا خدت فتره كبيره بدور وبسعى وبروح شركات وبقدم في برامج وبعمل وحاجات كتير جدا، لحد ما في الاخر قلت له طيب بص يا بابا، انا حققت اللي انا عايزه او رحت اللي انا عايزه، وخليني امشي على تفكيرك وعلى خطاك يعني. بس